تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع عميد كلية الصيدلة بجامعة إدلب دكتور حسين العمري. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا. صباح الخير دكتور. صباح الخير أنسي روان، صباح الخير أنسي نور، حياكم الله. يا هلا، مبارك لكم طبعا على هاي الخطوة، بس ما نعرف منك فائدة هاي الخطوة اليوم لكلية الصيدلة وشو مردة على الطلاب؟ أول شيء حياكم الله وبالأعزاء المشاهدين. بالنسبة للجمعية الأوروبية لكليات الصيدلة هي عبارة عن مؤسسة أكاديمية تضم العديد من كليات الصيدلة من مختلف الجامعات الأوروبية، طبعا أكثر من حوالي 80 كلية صيدلة على مستوى أوروبا. طبعا بالنسبة للموضوع الانضمام حدثت مراسلات منذ عدة شهور مع الجمعية الأوروبية، وتم بفضل الله خلال الأسبوع الماضي استقبال قبول كلية الصيدلة بجامعة إدلب ضمن الجمعية الأوروبية لكليات الصيدلة. جميل، لكن ما رد على الطلاب اليوم يعني بعد هذا الانضمام للجمعية الأوروبية شو ممكن أن تعود الفائدة؟ نعم، بالنسبة للطلاب الفكرة الأولى هي فكرة معنوية، بالدرجة الأولى هي رفع السوية العلمية للطلاب وللكوادر من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات والأنشطة التي تنظمها الجمعية الأوروبية لكليات الصيدلة. طبعا بشكل دوري هناك مؤتمرات وندوات تقوم بها كليات الصيدلة المنضوي تحت الجمعية الأوروبية لكليات الصيدلة، بالإضافة لموضوع التعاون والتنسيق بين كليات الصيدلة ضمن الجمعية الأوروبية. خلال الأسبوع الماضي لله الحمد كان هناك مؤتمر على مدار يومين، يوم الخميس أو يوم الجمعة ويوم السبت للجمعية الأوروبية، وتم مشاركة كلية الصيدلة ضمن هذا المؤتمر ولله الحمد. يعني أكيد المؤتمرات والنشاطات كتير مهمة لكلية الصيدلة للطلاب بشكل عام بكل الكليات، لكن مثل ما بنعرف الطلاب عطل عندهم مخاوف اللي هي الاعتراف في شهاداتهم. هل انضمامكم لهي الجمعية هو يعني فتح بوابة للاعتراف في الشهادات عربيا خارج سوريا؟ سنور، موضوع الاعتراف هو شقين، في شق أكاديمي وفي شق اعتراف حكومي. طبعا نحن نسعى أولا للاعتراف الأكاديمي أو ما يسمى الاعتراف بالبرامج، بالخطط الدرسية، بالكوادر إلى آخره. الاعتراف الآخر هو الاعتراف المؤسساتي، يحتاج إلى اعتراف بالحكومة الموجودة على أرض الواقع. حاليا نحن نسعى للاعتراف الأكاديمي أو بالبرامج، فنحن نرسل الخطط الدرسية، نرسل البنية التحتية للكليات، نرسل أعضاء الهيئة التدريسية أسماءهم، عدد المخابر إلى ما هنالك، أعداد الطلاب. الهدف من كل ذلك هو الحصول على الاعتراف الأكاديمي أو البرامجي. طبعا هذا إن شاء الله مستقبلا راح يتبعوا خطوات، ممكن يصير اعتراف أوسع بإذن الله على مستوى جامعة إدلب. نتمنى ذلك. طب أكيد نتمنى هذا الشيء، ولكن دكتور لوين وصلتوا اليوم بهاي الخطوات؟ يعني في بوادر ربما لموضوع الاعتراف؟ هلا بالنسبه لجامعه ادلب كليه الصيدله ولله الحمد، جامعه ادلب خلال السنتين او الثلاث سنوات الماضيه حصلت على عده اعترافات، منها انضمام جامعه ادلب لاتحاد جامعات البحر الابيض المتوسط، وايضا حصلت جامعه ادلب على عضويه البرنامج الاثر الاكاديمي التابع للامم المتحده، وعضويات اخرى موجوده على موقع جامعه ادلب، واخرها هو انضمام كليه الصيدله الى الجمعيه الاوروبيه لكليات الصيدله. طب اليوم هذا كله ان شاء الله سيتبع خطوات لاحقه باذن الله. بما انه يمكن موضوع الاعتراف يمكن غير مضمون او لسه يعني يمكن مستقبله غير معروف، ما في تخوف ربما من الانضمام لهي الكليه؟ وقد ايه عدد الطلاب عندكم؟ هلا بالنسبه لعدد الطلاب في كليه الصيدلي حوالي 850 طالب وطالبه. 850 بالعكس؟ نعم طبعا موزعين على خمس سنوات، كلية الصيدلة هي خمس سنوات دراسية، بالتأكيد لا يوجد تخوف. يعني نحن نسعى إلى تعميم اسم كلية الصيدلة ضمن المؤسسات التعليمية الخارجية على مستوى أوروبا أو حتى على مستوى آسيا إلى آخره. طبعا نحن نهدف إلى لما فيه مصلحة الطلاب ومصلحة جامعة إدلب. أكيد بالنهاية كل طالب يعني بيحب يدرس الفرع اللي بيحبه سواء كلية الصيدلة أو غيره، لكن أكيد كتير مهم أنه يتم الاعتراف بشهادته. إن شاء الله يا رب الأيام القادمة نسمع أخبار مفرحة أنه تم الاعتراف بهذه الجامعة. طيب أنت عميد كلية الصيدلة بجامعة إدلب، شو هي النواقص اللي بتعاني منها هي الكلية؟ طبعا لا شك لا يوجد شيء كامل. نحن كلية الصيدلة بجامعة إدلب انطلقت في العام 2015-2016، وخلال العامين الماضيين تم تخريج 140 طالب وطالبة من كلية الصيدلة.
بشكل عام كبنية تحتية ككلية أو كجامعة بشكل عام الأمور تسير إلى تحسن ومن الأفضل إلى الأفضل بإذن الله. هناك بعض على سبيل المثال بعض النواقص قد يكون على مستوى المخابر بعض المخابر، لكن بالمجمل وضع الكلية ولله الحمد من أفضل إلى أفضل. نتمنى لكم أكيد كل التوفيق بخطواتكم دكتور حسين العمر عميد كلية الصيدلة بجامعة إدلب، شكرا لوجودك معنا وللمعلومات القيمة. شكرا لك. أهلا وسهلا، حياكم الله.